من هو فرناندو ماجيلان؟ هو رحالة ومستكشف برتغالي له عدة إنجازات، حيث قاد أول رحلة أوروبية حول العالم، وهو أول أوروبي عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي بعد رحلة بحرية طويلة واجه فيها الكثير من التحديات والمصاعب. ولد فرناندو ماجيلان في إحدى المدن البرتغالية حوالي سنة 1480، وقد عين وصيفا في ديوان الملكة الذي يقع في مدينة لشبونة. توفي والداه وهو لا يزال صبيا، حيث كان من النبلاء في البرتغال ويتمتعان بعلاقات رفيعة المستوى. بدأت مسيرة ماجيلان في البحث والاستكشاف والترحال سنة 1505 عندما أرسل بهدف تثبيت كتائب الملك البرتغالي في الهند، وقد شارك بعدها في عدد من البعثات إلى الهند وإفريقيا، حيث غزا مالقا وغيرها من المدن الكبرى. انضم الرحالة ماجيلان إلى الأسطول البرتغالي سنة 1505، حيث كان الأسطول متجها نحو إفريقيا والهند لفحص نفوذ الدولة والسلطة البحرية الإسلامية في تلك المناطق ولإقامة وجود برتغالي قوي. كان الأسطول تحت قيادة النائب الأول فرانسيسكو دي ألميدا، حيث دامت رحلة الأسطول لمدة 7 سنوات. خاض البرتغاليون خلالها العديد من المعارك، وقد أنشأوا حصنا سنة 1506 على سواحل الموزمبيق. شارك ماجيلان في معركة ديو الكبرى سنة 1509، والذي دمر فيها البرتغاليون أحد الأساطيل الإسلامية، مما ساهم في مد سيطرة البرتغاليين على معظم سواحل المحيط الهندي. وقد شارك في عدة معارك أخرى حقق خلالها بعض المكاسب، مثل غزو مالقا الذي أتاح لهم فتح وتأمين طرق تجارية جديدة، وكذلك استكشافه مالوكو المعروفة بجزر التوابل والتي هي الآن جزر إندونيسيا أو جزء من إندونيسيا. واعتبر ذلك انتصارا عظيما، فتح من خلاله الطريق لعبور ثروات الشرق إلى الغرب. وبأمر من الملك البرتغالي مانويل انضم ماجيلان إلى القوة العسكرية البرتغالية الضخمة المتجهة إلى المغرب سنة 1513، حيث تكونت هذه القوة من 500 سفينة و15 ألف جندي. توجهوا إلى المغرب بعد أن رفض حاكم المغرب آنذاك دفع الجزية السنوية للإمبراطورية البرتغالية، وقد أعلن البرتغاليون انتصارهم على القوات المغربية بعد معركة أصيب فيها ماجيلون بعدة جروح بالغة خلفت فيه أثرا لازمه طيلة حياته، وقد مكث في المغرب فترة من الزمن لاستعادة صحته بعد هذه الإصابات. كانت تتمتع التوابل في القرن الخامس عشر بقيمة اقتصادية عظمى، فكانت أوروبا تتنافس فيما بينها على اكتشاف الطرق المؤدية إلى جزر التوابل، فلم يكن من الممكن زراعة التوابل في طقس أوروبا البارد والجاف، ولذلك كان لدى الرحالة والمستكشف ماجيلون مشروعا يعتمد على المضي غربا للوصول إلى جزر التوابل. فكان هو أول من يفكر باستكشاف النصف الآخر من الكرة الأرضية ليسلك طريقا معاكسا وصولا لجزر التوابل، إلا أن مشروعه هذا قوبل بالرفض مرارا وتكرارا من قبل الملك البرتغالي مانويل، في حين كان التنافس على أشده بين البرتغال وإسبانيا للوصول إلى جزر التوابل. وكانت لدى ماجيلون رغبة شديدة بإنجاز مشروعه الأول من نوعه على مستوى العالم. وعلى إثر هذا الرفض قرر الرحالة ماجيلون السعي لتنفيذ مشروعه، فغادر البرتغال بعد أن تخلى عن جنسيتها وتوجه إلى مدينة إشبيلية الإسبانية سنة 1517، حيث تزوج ماجيلون في العام ذاته من براتيز بيربوسا، وهي ابنة أحد المسؤولين في إشبيلية. وكان أمل ماجيلون هو الحصول على تمويل لرحلته من الملك تشارلز الخامس، وهو حفيد الملكة إيزابيلا التي مولت حملة كولومبوس الشهيرة. استقر ماجيلون في إسبانيا وغير اسمه من البرتغالية فرناو إلى الإسبانية ليصبح فرناندو. بعد عامين من الدراسة المكثفة لخرائط الملاحة ومحاولة تجاوز أخطاء الرحالة السابقين، وافق الملك تشارلز الخامس على تمويل رحلة ماجيلان ليشق طريقا لإسبانيا نحو جزر التوابل بعيدا عن الطرق الشرقية التي يسلكها البرتغاليون. ودع ماجيلون زوجته وطفله الرضيع، وانطلقت رحلة ماجيلون في العاشر من أغسطس سنة 1519، وكانت تحت إمرته 5 سفن محملة بالعتاد وعلى متنها قرابة 270 جنديا، ومن ضمنها سفينة ماجيلون واسمها ترينيداد. أبحرت السفن من ميناء إشبيلية وعبرت المحيط الأطلسي، وبعدها تمرد قائدان وأعلنا الانقلاب على ماجيلون،
ولكن سرعان ما فشل الانقلاب بسبب ولاء الجنود وتمسكهم بمواصلة الرحلة. واستؤنفت الرحلة بعد أن تعرضت إحدى السفن لعاصفة قوية أودت بها دون تضرر أي من أفراد طاقمها، مما دفع ماجنون لتوخي الحذر والانتظار لمدة 5 أشهر في ميناء سان جوليان. بعد ذلك شقت 4 سفن القناة المائية الطويلة والتي تعرف اليوم باسم مضيق ماجيلون. تركت إحدى السفن الأسطول وعادت إلى إسبانيا، ودخلت السفن الثلاث المتبقية المحيط الهادي الذي سماه ماجيلون بسبب هدوء موجه بعد العواصف والاضطرابات. وبعد 14 أسبوعا من الإبحار عبر المحيط الهادي، وبالرغم من قلة الإمدادات ومرض أفراد الأسطول وموت بعضهم، وصل الأسطول إلى جزيرة غوام غرب المحيط الهادي، ومن ثم أبحروا مجددا إلى أن رست سفنهم على شواطئ الفلبين. بعد أن أقام ماجنون بعض الصداقات مع الفلبينيين، وافق على تجنيد بعض الفلبينيين لمواجهة السكان الأصليين الذين كانوا تحت حكم القائد لابو لابو. وفي معركة ماكيتان سنة 1521 لقي ماجيلون مصرعه على يد القائد لابو لابو، ونجا بعض جنود ماجيلون. وفي سنة 1522 استطاعت سفينة فيكتوريا العودة إلى إشبيلية وهي محملة بالتوابل وعلى متنها 18 رجلا ناجيا من أسطول ماجيلون. حيث قدمت هذه الرحلة الطموحة، قدمت العديد من الخرائط التي رسمها ماجيلون، واعتبرت أحد الإثباتات على كروية الأرض لاتجاهه غربا ووصوله لجزر التوابل. وبذلك تكون سفينة الأسطول هي أول من يتم رحلة كاملة حول العالم.